تمام. فعندك بناية اسمها أوبي إس إس، دي بتتوصل على الجرام، تمام. بعد كده في بناية توصلها على الفي سي، بعد كده دي البناية بتاعت الانتنستي بتاعت الحروف اللي بتتعرض، تمام. دي لما انت بتوصلها بالجراوند بتعرض لك أعلى حاجة، تمام. توصلها 5 فولت تعرض لك أقل حاجة اللي هو شبه الحرف اللي مش موجود، أكنك ما بتعرضش حاجة، وهكذا يعني، تمام. دول انت بتوصلهم بسلوك خارجية، يعني انت مثلا لو جينا نشوف مثلا انت في عندك بريد بورد اهي بتاعتك، تمام. وهنا مثلا كده المايكرو كنترولر، وهنا ال اس دي. فالتلات بنات دولت انت بتروح توصلهم على الفي سي جراوند لاين، تمام. بعد كده في بناية عندك اسمها ار اس ريجستر سيلكت، دي انت بتسلكت انت هتعمل بيها ايه، والله الداتا اللي انت هتبعتها ديت هي عبارة عن ايه، انت هتبعت حروف او اسكي كود بتاع حروف انت عايزني اعرضها لك، ولا انت هتروح تبعت لي كوماند، تمام، ادخله على البروسيسور بتاع الكنترولر الصغير اللي موجود عند اللي اسمه هتاشي، تمام، ويحدد لي اعمل ايه، تمام. فدي البناية بتاعت الار اس. بعد كده عندك البناية بتاعت الار دب، دي انت لما بتوصلها بواحد، تمام، فانت بتريد الاسكي كود اللي موجودة جوه الميموري الصغيره اللي متخزن جوه الاسكي اللي بيتعرض، تمام. وصلتها بصفر فانت بترايت، انا دايما برايت فهتلاقيني موصلها على طول على، تمام. بعد كده عندك البنايه بتاعت الانيبل، البنايه بتاعت الانيبل زي ما شفت انت حرفيا انت بتقول لل سي دي ان انت هتبعت حاجه، كل ما هتيجي تبعت داتا او تيجي تبعت كوماند فانت هتحطها بواحد تخلص تحطها بصفر، تيجي تبعت داتا تاني تحطها بواحد تخلص تحطها بصفر، تمام. بعد كده في البنات بتاعه الداتا، تمام، دي اللي انت بتحط عليها الداتا بتاعتك. لو انت شغال 4 بيت مود، تمام، فانت بتاخد البنات دي بس، لو انت شغال 8 بيت فانت بتاخد البنات دي كلها. البنات بتاعت الانالوج كاسيت دولت اللي هم بتوع حته لمبه كده موجوده هنا، يعني كانت موجوده في الموبايلات القديمه النوكيا. لما انت بتحط الانود تكون اكبر من الكاسود، يعني الانود مثلا 5 فولت والكاسود 0 فولت، اللي خد الدايد هيفهم قصدي، تمام. هتنور البتاعه دي، بس المهم ان الفولتج اللي على الانود يكون اكبر من الفولتج اللي على الكاسود، تمام. بعد كده بقى دخلنا في حبه كوماندات كده، تمام. وقلت لك ان كل كوماند مسؤول ان هو يعمل حاجه، والكلام ده كله موجود جوه الداتا شيت بتاعها، تمام. كوماند رقم واحد ده بيعمل لك كلير للديسبلاي، اتنين ده بيعمل حاجه اسمها ريتيرن هوم، ما علينا مش عايزينه، تمام. رقم اربعه ده بيعمل ديكريمنت للكرسور، بيرجعه شمال، يعني هو لو كان واقف على الكاركتر رقم خمسه مثلا في لاين واحد فهو بيرجع للكاركتر رقم اربعه. انكريمنت الكرسور ده بيعمل له شيفت يمين، يعني هو لو واقف على الكاركتر رقم خمسه يروح يقف على الكاركتر رقم سته، تمام. معرفش شيفت ديسبلاي رايت، شيفت ديسبلاي ليفت، فورس الكيرسور بيجيننج اوف فيرست لاين، يعني انت بتروح تحط الكيرسور على اول حرف موجود في اول سطر. فورس الكيرسور بيجيننج اوف سكند لاين، اول حرف موجود في تاني سطر، تمام. بعد كده ديت، بص اصبر عليا 5 دقايق هوريك بنعملها ازاي، تمام. بعد كده بقى في حبه كاركترز تحكم فيهم في الديسبلاي وحاله الكيرسور. انت عايز تقفل الكرسور خالص تخليه ما يرعش زي اول واحده موجوده، تمام، فبتحط كوماند سي. عايزه شغال على طول بتحط ايه، عايزه يفضل يبلينك زي الجيف اللي كانت موجوده فوق هنا ديت، تمام، ساعتها بتروح تحط اف. بص يعني هو اهو عمال يبلينك بيشتغل اهو، تمام، فبتروح تحط ايه. دي موجوده في الداش، تمام. وحبيت بقى كوماندات هنا بنحدد بيها المود بتاعنا. انا جيت هنا في الفايل دوت اتش بتاعي، تمام، انا عملت هاش ديفاين. هاش ديفاين لايه؟ للمود بتاعي، ودخلت اتشيك على الهاش ديفاين ديت جوه الكود بتاعي بالهاش اف، عشان اشيل الكود بتاع ال 8 بت واحط الكود بتاع ال 4 بت. حطيت ديت ب 8، اشيل الكود بتاع ال 4 بت واحط الكود بتاع ال 8 بت، واوريك عملتها ازاي، تمام. وعملت هاش ديفاين للبورت والبين بتاع الار سي مكان الار اس، تمام، مكان الانيبل. بعد كده عملت مكان الداتا بتاعتك، البورت والبنات بتاعت الداتا اللي انت شغاله في 4 بت مود 8 بت مود، فانا قلت لا انا هشتغل على بورت كده، تمام. بعد كده عملت هاش ديفاين لحبه الكوماندات اللي انا عملتهم هنا فوق دي،
تمام. الكلير ديسبلاي عملتها هاش ديفاين بواحد، انا خدتهم كوبي بيست. جو تو هوم عملتها هاش ديفاين باثنين، تمام. المود بتاعي اهو 38 اللي هو 30 سوري، فانكشن شغال 8 بت مود و1 لاين بس يعني اهو. لا ما عملتلاش كمان هاش ديفاين، دي كانت مش ما استخدمتهاش، تمام. 38 ما اعرفش، 8 بت مود و2 لاين اهو، عملت لها هاش ديفاين 38 اهي، تمام. 4 بت مود 2 لاين عملت لها هاش ديفاين برضه، بس كيرسر اوف كيرسر اون وسيت الكيرسر لوكيشن. اوريك انا عامل بيت ازاي، تمام. حد عنده مشكلة لحد هنا؟ تعالوا نعمل بقى الفانكشن تاك. ركز معاه بس، فمزايا دي الوحيدة اللي تقريبا ممكن يكون فيها فكرة في الدنيا دي كلها، تمام. عايز لو جاي فاضي تمام. بص يا معلم، صلى على محمد. ميموري 16 بعد كده كوبي دي هنا، تمام. تعالى نجيب معلومتين كده صغيرين من هنا. ان انت عشان توديه في اول لاين، تمام، فانت كنت بتعمل 8 ان، استنى هوريها لك هنا واضحه اكتر اهو. الكوماند بتاعك 8 ان، تاني لاين سي ان، تمام. تعالى نروح نكتب الكلام ده هنا واقول لك اعمل بيه ايه كمان شويه. فانت عشان توديه في اول لاين فانت كنت بتكتب 8 ان ده الفيرست لاين، تمام. سي ان ده السكند لاين، تمام. تمام تمام وهنا انا شغال 16 في 2، يعني انا الرو بتاعي تمام في 16 ان. الدنيا تمام، الدنيا سهلة ولذيذة. هقول لك أنا هعمل إيه في الإنفورميشن إزاي، تمام. تعالى نعمل ريبريزنتيشن للتمانية في باينري وللسي، تمام، كباينري. تعالى التمانية كانت بتتعمل إزاي؟ زيرو لا التمانية مكانتش كده، وان زيرو 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 صح؟ والسي كانت بتتعمل إزاي؟ والله كانت ديت كده الاي، تمام. فالبي بنحط هنا واحد، فكانت السي 11 0 0 صح؟ فتعالى بقى واحدة، بص وانت في طريقتين علشان تعمل موف للكرسي. انت مبدئيا انت في عندك كوماند، تمام، انت بتبعت له اول كاركتر ده، تمام، تقول له انت هتروح له في انهي لاين، 8 اول لاين سي تاني لاين، تمام. بعد كده تقوم جاي حاطط له هنا رقم الاليمنت في اللاين ده، يعني انا عايز اعرض هنا فاروح ابعت له 10، تمام، او 9 يعني 9، لا ما ببعتلوش 10، بروح ابعت له 9. عايز اعرض هنا بروح ابعت له 8، تمام. فانت هنا مثلا انا عايز اعرض في المكان ده فانا بروح ابعت له 8 دي، عايز اعرض هنا مثلا، تمام، فبروح ابعت له سي بي، تمام. تمام تعال نبص هنا على الادرس اللي موجود في المكان ده، تمام.
لو انا جيت عملت 8 4 مع الادرس ده اللي هو 4 6، كأني بعمل 1 0 0 0 تمام، وهعمل له concatenation مع 4 6. يعني هنا اللي اقول لك فكك من الحوار ده، هي مش ناقصه لخبطه تمام، انا نمسح الكلام ده، مش ناقصه لخبطه بصراحه، ولا نعملها بالكوماندات عادي، وفكك من الطريقه اللي انا كنت عملت بيها تمام. فتعالى هنا نعمل هاش ديفاين لست الكيرسر لوكيشن تمام، فيرست لاين معايا فوق فيرست لاين، نعمل هاش ديفاين الكوماند بتاع السكند لاين سكند لاين تمام تمام فاللي انا بعمله حرفيا ايه؟ بص يا معلم، انت بتيجي الكوماند ده تمام، انت بتعمل له اور مع اللوكيشن اللي انت عايز تبعته، وليكن مثلا انا عايز احط في اللاين رقم 4 تمام، انا في المكان رقم 4، انا بادئ من الاماكن من 0 لحد 4 تمام، وانا عايز اعرض في اول لاين، في اول لاين الكود بتاعه 8 تمام، فانت بتعمل 8 اور مع اللوكيشن بتاعه اللي هو 4 تمام. الكلام ده انا مش جايبه من عندي، الكلام ده الكوماند اي اهو تو بوزيشن ان بس، فانت لو جيت فصصتها هتلاقي ان الكوماند بتاعك 8 وان ان ده اللوكيشن، فهتعملها ازاي؟ 8 اور مع اللوكيشن تمام، بس لازم هتشفت ال 8 شمال. فتعالى كده واحده واحده لها مع بعضينا، عايز امسح الكلام ده كله وهنعملها مع بعضينا واحده. في طريقه تانية بصراحه هي اسهل من كده بكتير، بس المشكله عشان افهمها لكم الدنيا هتبقى صعبه قوي بصراحه. تعالى نعملها مع بعضينا. فاللي بيحصل ان انت تجيب ال سي دي بتاعتك تمام، انا عايز اعرض في الرو وليكن مثلا رقم 3 هنا، فانا بادئ 0 1 2 وانا عايز اعرض في الرو رقم 3 تمام في اول سطر صح، فانا هروح اتشيك الاول هو بيبعت لي رقم السطر ورقم الحرف جوه السطر تمام، فانا الاول هروح اتشيك هو موجود في انهي في سطر، والله كان رقم 0 فانا عرفت خلاص ان انا هستخدم الكوماند بتاع ال 8 تمام. لو كان هو رقم 1 يعني هو عايز يشتغل هنا، فانا هروح استخدم الكوماند بتاع السي 0 تمام تمام وقال لك ان انت هنا الكوماند ده هو حرفيا معمول باينري ريبريزنتيشن بتاعه كده تمام، وهنا انت عايز تاخد الرقم ده تحطه هنا، فهتعملها ازاي؟ تاخد الرقم ده اور اهو اللي هو كان في صفار هنا اللي هو كان ال 80 اور مع الام، فالان هيروح يتحط هنا. حد عنده مشكله لحد هنا؟ تعالى نعملها لك باكزامبل تمام، وليكن انا عايز اعرض هنا زي ما قلت فده رقم 3 باينري ريبريزنتيشن بتاعه كده تمام، وهو هيروح يبعت لك 0 و3، فانت فاهم ان البارامترز بتاعتك 0 و3 تمام. تخش تتشيك 0 يعني انا شغال بالكوماند بتاع ال 80 تمام، عايز اعمل له اور عايز احط الرقم ده مكان الصفر، فهعمل له ايه؟ هعمل له اور مع الثلاثة فيطلع لك 8 تمام. عشان انا لخبطت فيها، فاللي فاهمها كده يريز هاند عشان لو تعيدها تاني. هو عيدها عيدها تاني تاني، عيدها تاني معلش.
تاني معلش. عادي تاني. ركزوا معايا شوية، أنا كنت عامل حساب إن أنا أشرحها بطريقة صراحة فكرت فيها دلوقتي، لا الطريقة دي صعبة أوي. بص يا معلم، يبقى زيد لذيذ، أنا جيت عملت فانكشن اسمها موف كيرسر، دي بتاخد لي الرو تاخد الكل، تمام؟ تعمل ايه الموف كيرسور دي؟ انت بتبعت لها الرو كولوم تروح تحركه، انا عايز احط الكيرسور في المكان ده، بروح ابعت لها احداثيات المكان ده، ده موجود فين؟ ده الرو 0 ده رو 1، تمام؟ ده كولوم 0 ده كولوم 1 ده كولوم 2 ده كولوم 3، تمام؟ فانا عايز اروح ابعت لها احداثيات المكان ده، المكان ده موجود فين؟ هو موجود في رو 0 تمام؟ في كولوم 2، فهروح اتشيك الاول لان كل كولوم علشان اكتب فيه فانا عندي كوماند معين، تمام؟ لو انا عايز اكتب في الكوماند في الرو دوت تمام، فانا الكوماند بتاعي كان 80، عايز اكتب في المكان ده فانا الكوماند بتاعي كان سي 0 تمام، فهاجي اتشيك هنا على رقم الرو، لو كان هو بيساوي 0 فمعنى كده ان انا هروح استخدم الكوماند بتاع ال 80، تمام؟ else if الرو كان بيساوي 1 تمام، فقال لك ده كوماند تاني انت بتعرفني بيه ان انت هتكتب هنا اسمه سي 0 تمام، تمام، وقال لك ان انت مكان الزيرو ده انت هتبعت لي رقم الرو. طب تعالى نعمل ريبريزنتيشن لل 80 دي، فكانت بتتعمل ازاي؟ 1 0 0 0 تمام، ان ده رقم هيكس، الرقم اللي على الشمال هياخد 4 بيتس اللي هم دول، الرقم اللي على اليمين اللي هو الزيرو اهو، تمام؟ انت بتروح تبعت لي رقم الكولم اللي انت هتعرض عليه هنا، تمام؟ انا عايز اعرض في المكان ده مثلا، تمام؟ ده كولم رقم كام؟ رقم 1، وموجود في رقم كام؟ رقم 0، فطالما رقم 0 فانا الكوماند بتاعي 80 اللي هو 100، تمام؟ رقم 1 يعني انا هنا هروح احط 1، تمام؟ يعني كهكسة 8 1، عملت له برزنتيشن 1 اهيت وادي ال 8 اهيت، تمام؟ تمام. طب انا عايز اجيب ال 81 دي اجيبها ازاي؟ هل لو انا رحت عملت 80 اور مع رقم الكولوم هل ده في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. ليه؟ تعالى نعمل ال 80 اور مع الواحد اللي انا عايز اعرضه هنا، فاللي هيحصل ايه؟ 80 هتنزل زي ما هي، 3 اصفار دول هينزلوا زي ما هم، والرقم ده هيعمل له 6 تمام. فهل انا وصلت ل 81؟ اه وصلت ل 81. تعالى نجرب باكزامبل تاني، انا عايز اروح اعرض هنا تمام، فالكوماند بتاعي ايه؟ هو سي 0 لان انا رقم 1 تمام، انا موجود فين؟ كولوم رقم 3، فيبقى الكوماند بتاعك ايه؟ سي 3 صح؟ السي بعمل لها ريبريزنتيشن ازاي؟ 1 1 0 0 تمام، ال 3 0 0 1 1. طب انا الرقم ده هجيبه ازاي؟ والله عادي، تعال نجيب الكوماند بتاع السي 0 اللي هو كان موجود عندك كبيزك في الاول خالص اهو، كان 1 1 0 0 تمام، وهنا 3 4 0 عامل له اور مع رقم الكولوم، شوف اللي انا بقوله ده هيتحقق ولا، رقم الكولوم كان 3 اهو، فاللي هيحصل ايه؟ الرقم ده كله هينزل زي ما هو، الرقم ده اول 2 بيتس هينزلوا زي ما هم، ودولت هيتحصل لهم 6 يعني يتحولوا لواحد تمام. فانا هعمل هنا سي 0 اور مع رقم الكود ده بقى الكوماند بتاعي، تمام ولا ايه الدنيا اللي كانوا بيسألوا؟ تمام. هو بس انا عايز اسأل على حاجة، قول. هو احنا ليه عملنا اف؟ نعم ليه عملنا اف؟
عملت اف علشان انت عايز تشيك انت موجود في انهي رو، لان كل رو ليه كوماند معين. واحنا مش ممكن على طول مثلا لو اليوزر دخل الرو بواحد والكولوم بواحد، فاحنا نعمل الكوماند بتاع الرو اور مع اللي اليوزر هيدخله والكولوم برضو نفس الموضوع، ولا لازم نعمل اف؟ لا، كل رو ليه كوماند. انا فاهم، انا اقصد ان الفيرست كولوم والفيرست رو ليهم كوماند ثابت. انا اليوزر بيديني رو وكولوم، يعني مثلا اليوزر ممكن يديني الرو 0 والكولوم 1، فانا بعمل اور للكوماند بتاع الرو اللي هو الكونستانت اللي هو اول رو مع اللي اليوزر بيدوني. انت عايز اليوزر يعمل لك، يبعت لك الكوماند على طول؟ لا هو هيبعت لي الرقم على طول، يعني هو مثلا يبعت لي يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 هكذا في الرو. تمام، فالكولوم هيبعته زي ما هو. فالكولوم هيبعته زي ما هو ازاي؟ انت فاهمني قصدك كده؟ بص، هو احنا دلوقتي عملنا ايه ليه؟ عشان علشان تتشيك على رقم الرو، فعلى اساس رقم الرو كل رو ليه كوماند معين، فانت تروح تستخدم الكوماند مع رقم الرو. طب احنا ليه على طول ما نقولش مثلا ان في الفانكشن الرو ده تمام اللي احنا هنبعته لل سي دي، ممكن نقول ان هو رو اور ايكوال الرقم بتاع الفيرست رو، فكده هو هيعمل اور ما بين الفيرست رو كود والكود اللي اليوزر مديهولي. فمثلا لو اليوزر مديني 3 فانا تمام، هقول 3 اور مع الفيرست رو كود اللي هو مثلا 80، فيبقى 83، فانا بعته على طول من غير اف. ده قصدي. لا، لان بص هي ما بتتعملش كده، وفي طريقه تانية، بس استنى خلص السيشن هقولها لك، قريبه من اللي انت بتقوله. هفتح لك الكوماندات وافتح لك اللوكيشنز واوريها لك، تمام ماشي. ودي اللي انا كنت هشرحها. لا، هي ما بتتعملش كده، وجرب كده برضو، اعملها ككود وابعتهولي تمام بعد ماشي. السيشن، بس انا هوريك الطريقه التانية اللي انا كنت عايز اشرحها في الاول تمام. بدل ما اقعد اتشيك بيس. تمام ماشي. تمام. تمام. تعالى بقى كده نكتب الكود بتاع الفونكشن دي اهي. اف الرو ايكوال 0. تمام، انا كده شغال فين؟ انا كده شغال في الكوماند بتاع 8. هعمل lcd send command تمام، وابعت 0x80 4 مع رقم الكول. إلس إف الرو بيساوي 1. تمام، أنا هعمل سي أور مع رقم الكود. تمام، حد عنده مشكلة؟ كده هي كده الإلس دي بالنسبة لي خلصت، فحد عنده مشكلة فيها؟ تعالى نفتح فوتوس نجرب هنا. نعمل هاش انكلود في ال3 دوت اتش انتجر نيم. تمام، تعالى نعمل الاول ليها الات، شغلها، وتعالى عم نعمل ريف كاركتر سي اتش، نقول عايز اطلع اسم يو 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 زيرو. تمام، انا هنكونتر
اسمه برزان محمد 3 6 7 برزان 7 بلس بلس ماشي بس دي بس دي كاركتر وبعد كده سي اتش تمام. فكل اللي انا بعمله هنا ايه تمام، انا عملت كود انا عايزه يطبع اسم بس على الاسم تمام. فهو انا رحت عملت انيشاليزيشن للاس دي، ولو ما عملتش كل الفانكشن دي الاس دي مش هتشتغل معايا ماشي تمام. بعد كده رحت عملت كاركتر تمام وعملت ديسبلاي لاسم بس. فالمفروض الكود ده يعمل ايه؟ يعمل ديسبلاي لاسم. نعمل بيلد كده، طلع لنا اثنين ورمنج، بص عليهم انتجر تو سترينج وليتل مالناش دعوه. تعالى بقى اثبت لك حوار اللي انا قلت لك عليه، ان هو اصلا بيمسح الكود ده. بص الميم موجوده اهي، لما انا عملت بيلد ما طلعش ما طلعلكش ايرور تمام. فعادي تعالى بقى ناخدها كده، مثلا لو خدنا ليه دول اكس جيت حطيتها هنا طبيعي هيديك ايه سنتكس اورور. بص سنتكس اورور عملنا بيلد طلع لي الباينري. تعالى بقى نفتح بروتوس تمام، نجيب ال 132 هنشوف ال LCD دي بقى. بص يا معلم الاس دي عندك كلها بتبدا من اول ال ان تمام. ف 016 هو كاتب لك هنا الديسكربشن بتاع كل اس دي ال دي بس. فتعالى نجيب دي، تعالى اوريك هتتوصل ازاي. البنات بتاعت ال VSS VDD و VE الثلاثة دولت متوصلين باي ديفولت على بلوتوث، فانت مش محتاج ان انت توصل. لكن لو انت هتوصلها خارجيا فلا انت محتاج ان انت توصل تمام. البنات بتاعت ال RW لو انت فاكر اللي هي بتاعت انا بكتب ولا بقرا من ال LCD، فانا على طول انا بكتب فعلى طول بوصلها بجرام. لو انت فاكر حاجة زي كده فكنا دايما بنعمل تمام. البناء بتاعت الار اس تعالى نشوف مثلا هنوصلهم فين، او تعالى يا عم انا هوصلهم على مزاجي في بورت ايه، بعد كده نيجي نشوف هم توصلهم. فهوصل البناء بتاعت الار اس على بي اي 1، البناء بتاعت الانيبل على بي اي 2 تمام. وانا هشتغل 4 بيت مود، ففي ال 4 بيت مود انت بتروح توصل اخر اربع بنات ها. فهروح اوصل دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 بس كده تمام. يعني انت بتروح توصل اخر اربع بنات موجودين هنا. وتعالى هنا نحدد الفريكوانسي بتاعتنا 16 بس مظبوط في الباينري انا اقول لك انا عملت ايه دلوقتي تمام، لان انا خدت كود فبايك وكده. يا جماعة الصوت ثانية واحدة
بس كده. بص يا شباب، انا بس هنا اتلخبطت، تمام؟ وانا بعرض سواء في السند كوماند، تمام، او في الانت. بص حتى يعني انا سبتها ما عدلتهاش، انا ببعت للبن رقم 3 بس. يعني انا بروح ابعت الداتا على البناء رقم 3 دي بس، احنا المفروض ابعتها على كله. هي دي كانت المشكله، بس انا ممكن باخد حاجات كوبي بس. بس ان شاء الله نفس المشكلة. بقول البريك بس دقيقتين عشان أعرف أعمل ديباج براحتي. معلش يا شرفي، كان في كوماندين انا نسيته. بص هعدل لكم الكلام ده في السلايد، بس هو عامة لما بتيجي ان انت تشتغل بالفور بيت مود، تمام، فانت في كوماندين انت بتعملهم، تمام، اسمه انت واحد وانت اتنين، حتى انا عامل لهم هاش ديفاين هنا. هزود لكم الكلام ده في السبايس، سواء مثلا انت المفروض بتعملها كده.
مشكلة ال LCD إن هي حرفيا أنت بتفتح الداتا شيت بصمة يعني، ففي أوقات بتتلخبط في حاجة أو كده. بس فلو جينا مثلا نشوف الكود اللي احنا قعدنا عملناه، فرحنا نشوف الكود اللي احنا قعدنا عملناه بتاع الميم مثلا، تمام، فهتلاقي ان انت، انا عمال اعرض كلمة محمد على طول، تمام، جوه ال while 1. فتعالى مثلا لو جينا نعرضها بره، بس نعرضها لي مرة واحدة، كومنت ده وهوريك ده بيعمل ايه. بس روح اقرا كلمة محمد. تمام، نمسح ده. بص، هيفضل يعرضها على طول، هيكمل عرض، هيكمل عرض، هو بيعمل. تمام، انا بس اللي انا عايزه منك ان انت هتاخد الدرايفر اللي انا وانت قعدنا عملناه ده، حرفيا كوبي بيست، تمام. كل اللي انت هتعمله مثلا تشوف الفانكشنز اللي انا قلت لك عليها تحت، هي دي اللي ممكن يكون فيها فكره شويه، بتاعت الديسبلاي سترينج رو كولوم، الموف كرسر احنا كده عملناها مع بعض، الانتجر تو سترينج والديسبلاي سترينج، دول تقعد تعملهم، تمام. ونقي بقى فانكشن من الديسبلاي كاركتر او السند كوماند، اقعد اعمل اي واحده منهم، مش هتفرق كده، كان الاثنين شبه بعض تقريبا. بس تعالى بقى نشقلب ان احنا نشغله 8 بت مود عشان تعرف بس فايدة الهاش ديفاين اللي انا عملته فوق ده. بص، نعمله بيلد، تعالى هنا نشيل التوصيلة دي ونوصله 8 بت مود، تمام. انا هوصله 8 بت مود، اوصل الداتا على بورت دي، بس كده. انا ما عملتش بيلد، بيلد تمام، قاعد يعرض مكانات كتير. فشفت انا مجرد اللي انا عملته ان انا غيرت هاف ديفاين، في حين ان الكود كان فيه تغيير كبير قوي، تمام. بس كده، ده كل اللي انا عايزه منك في الـ LCD، بس درايفر ده مش اكتر، ان انت تقعد تكتب. ويعني نصيحة أخوية يعني، أنا عارف ممكن تتضايق من حاجة زي كده، بس خد الدرايفر بتاع كوبي بيست ال LCD، ما توجعش دماغك إن أنت تقعد تعمل درايف. أنا هبعت لك الدرايفر زي ما هو، تمام. أنت الفانكشن ديت عايز تعملها لنفسك، تمام، مش عايز تعملها لنفسك براحتك، سواء خدها كوبي بيست، سواء ال LCD أو الكيباد، تمام. أنا زي ما قلت لك، أنا بشرحها لك لسبب ان احنا هنحتاجها بس شويه في حد البروجكتات. انت حرفيا اي بروجكت فيه اي انترفيس مع اليوزر لازم ال سي دي او كيباد، اصل انت هتاخد انبوت منين؟ حبه زراير يا اما سنسور، هتعرض ايه؟ هتعرض حبه ليدات مثلا او 7 سيجن، فانت محتاج، لو انت هتعرض كلام للاسف لازم ال سي دي بس، لكن غير كده حاجه عبيطه وملهاش اي 30 لازمه تقريبا، تمام. تعالى بقى نشوف الكيباد. هو ال LCD كده خلصت، صح؟ وهتلاقيني حاطط لك سورسز ورا، تمام؟ بالحاجات اللي انا حضرت منها السلايدز، واخر بلاي ليست بصراحه كان في واحد لذيذ شفت له فيديو فيها، كان جميل بصراحه، وحطيت لك رقم الفيديوهات اللي انت لو انت عايز تتفرج على حاجه اتفرج عليها، تمام؟ اللي فين ال LCD يرفع ايده، عشان كده بعرف بس مين فيكم فين ومين ما فهمش.
طب ندى وجنى انتوا مش معانا اساسا ولا انتوا ما فهمتوش؟ لو حد فيكم ما فهمش حاجه يفتح المايك يقول لي هي ايه. ممكن اسمع.